ترى الناس سامعاني؟ طيب الحمد لله. معلش يا جماعة قبل التسجيل، بس كنت عايزة اقول لكم حاجة. يعني بصراحة يعني اساعدتني كده الفترة اللي فاتت، فكنت عايزة اشارككم فيها. في حد سمع عن سوفت وير اسمه جيم فيجن ماتريكس؟ حد سمع عن السوفت وير ده؟ جيم فيجن ماتريكس، مش اي حد سمع عنه اي حاجة؟ طيب كويس. بصوا بقى، طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، انا من الناس اللي مش ببطل مذاكرة، مش ببطل اتعلم. ف يعني السوفت وير ده هو عبارة عن سوفت وير هو خاص بالتصميمات ثلاثية الأبعاد فقط للجولريز، للمجوهرات. مش قادرة أقول لكم قد إيه هو سوفت وير رائع ومبهر وممتع، يعني حاجة كده ملهاش حل. اليومين دول أنا بذاكر، هو الماتيريالز بتاعته على الإنترنت، الفيديوهات التعليمية بتاعته محصورة أغلبها في توتوريالز، فما فيش حد عامل فيديوهات تعليم للسوفت وير نفسه، يعني لإمكانياته وللانترفيس بتاعته والتولز والكلام ده. كل الناس بدأت تشتغل، يعني كل التوتوريالز داخلين يشتغلوا على طول، بحيث ان انت لازم يعني عشان تتابعهم لازم تكون مركز قوي، ولازم يعني قصة كبيرة يعني. ف يعني انا عماله بذاكره اليومين دول، وان شاء الله يعني هبدا اعمل له انا ماي اون ماتيريال، بحيث انه يعني يتشرح بالظبط زي ما اشتغلنا في الـ 3 دي ماكس، نعرف السوفت وير والتولز بتاعته ونفهم كويس الانترفيس، لان بصراحه الانترفيس بتاعه يعني معقد شويه. بس طبعا الكونسبتس الاساسيه اللي احنا عارفينها في الـ 3 دي هي الـ يعني ايه الحاجة اللي مسهلة عليا الأمر، يعني لأن هو طبعا في الآخر هو برنامج شغل 3D. فبمشيئة الله تعالى، ودي على فكرة اللي أنا بقوله قدام، الحاجات اللي يمكن خرجتني من المعنويات المنخفضة اليومين دول. فيعني الواحد لما يكون بيعمل حاجة جديدة وعنده فيها أمل، يمكن بتخرجه من المودز البايخة يعني. فاليومين دول أنا عمالة الصوت بيقطع عند الكل. الصوت يعني واحد، دي يعني الصوت بيقطع عند الكل، ولا يعني الصوت كويس؟ انا مش فاهمه. الصوت كويس، طب الحمد لله. السوفت وير اسمه جيم فيجن ماتريكس، هو طلع منه لغايه فيرجن 7، بس المتوفر على الانترنت دلوقتي لغايه فيرجن 6، وانا مش لاقيه 7 للاسف يعني. فا anyway، الـ يعني انا اليومين دول بذاكره، وهبدا من التوتوريالز دي ومن مذاكرتي ان شاء الله هبدا اعمل ماتريال واضحه ومترتبه كده زي ما اشتغلنا مع بعض في الـ 3 دي ماكس، بحيث ان شاء الله لما نخلص الـ 3 دي ماكس هتفق باذن الله مع ملتقى الدارين، ونبدا في كورس الجيم فيجن. اكون ان شاء الله وصلت في المرحله اقدر فيها اشرح للناس. دي خطتي طبعا. طب هنعمل ايه بالبرنامج زي اللي هو الجولري ديزاين ده؟ ممكن يتعمل بايه؟ اولا الناس اللي بيفهموا في الكلام ده على مستوى العالم قليلين. لما بتنزل جوب مطلوب حد يصمم جولري لحاجة معينة، مثلا بتبقى ساعات حاجات مناسبات، حاجات علشان حدث معين او كده، وتلاقوا اللي بيابلايوا على الجوب دي ما بيزيدوش عن 3 4. ف يعني انت كده هتتعلم حاجة نادرة وحاجة valuable، يعني اللي بيعرفوها فعلا بيتقدروا كويس. فادعوا لي كده ان شاء الله ان انا اخلصها كويس، واحضر ماتيريال نقدر ندي منها كورس كويس، علشان ان شاء الله يعني
بعد الفيدي ماكس بإذن واحد أحد إن شاء الله ربنا يعطينا القوة والقدرة والعمر إن احنا نخلص الفيدي ماكس، أبدأ على طول في الجيم فيجن. وفعلا فعلا يعني أنا كنت يعني بذاكر وأنا مستمتعة، يعني ممتع فعلا ومبهر، ويعني كله بقى ايه الستونز المختلفه اللي هي الاحجار الكريمه المختلفه، وازاي تصمم مثلا خاتم بنقشه معينه، وكل حاجه كل انواع الجولريز اللي تخطر في بالكم يعني. فقد كده هو ممتع يعني. فلو انتوا انترستد ان انتوا ان شاء الله to go on معايا في الموضوع ده، فأنا بإذن الله ناوية أحضر ماتيريال كويسة نقدر ناخدها سوا بعد الـ 3D Max إن شاء الله. أوكي؟ شكرا. ويعني بجد يعني والله يعني ربنا هو العالم، يعني دي من الحاجات أو يعني هو يكاد يكون الحاجة الوحيدة اللي خلتني أقبل تاني على الحياة فعلا والله. يعني أنا يعني كانت الامور كانت عندي يعني تحطيم امل بقى جامد يعني. ف يعني ما كانش ينفع استسلم للباد فيلينج. فالحمد لله ان انا يعني عرفت اخرج نفسي بالاتجاه ده. فاي حد المود بتاعه مش كويس يذاكر، هيلاقي حاجة يفكر تانية فيها يعني. هو في توتوريالز كتير على النت، بس انا يعني يعني ما انصحكوش ان انتوا تدخلوا في التوتوريالز على طول، لان فعلا الانترفيس مش سهل ان انت تفولو التوتوريال من اللي بيشتغل وانت مش عارف الانترفيس فيه ايه. صدقوني مش سهل خالص. انا يعني طبعي زي ما قلت لكم كده في موضوع الكيورد، هو اقول لك اسم السوفت وير. ثانيه واحده. جامب فيجن اهو، جامب فيجن ماتريكس. تمام. فهو يعني انا حاولت ادور على حد بيشرح مثلا ما لقيتش. فهو محتاج فعلا مذاكره جدا، زي بالظبط ما انا يعني علمت نفسي الفريلانسنج والكلام ده. يعني انا فيا الحته دي ان انا بعافر كده لغاية ما أنظم الدنيا، وبعد كده يعني أحاول أوصلها للناس بطريقة أسهل من اللي أنا اتعذبت فيه يعني. فإن شاء الله بإذن واحد أحد يعني ده الخطة اللي في دماغي. هو في ناس لسه مغيرتش أساميها؟ جست 35 و32. أنا ثواني كده وهعمل شير أفتح بس الفايل وهعمل لكم شير للسكرين بتاعتي. هنقول في التكنيكس، بس قبل التكنيكس عايزة اقول بس حاجة مهمة قوي، اللي هي الازاز الجلاس ماتيريال، اللي هي تعتبر من الحاجات المهمة قوي اللي لازم نتعلمها، لان في يمكن مش عارفه ذكرت لكم الموضوع ده ولا ايه، ان في طرق مختلفه تقدر تعمل بيها خامه الزجاج glass materials، ولازم يعني نعرفها لانها كل واحدة بطريقة وكل واحدة بنتيجة. فلازم لازم نعرفها كويس يعني. تمام. أنا هبدأ أشير السكرين بتاعتي. الناس شايفة السكرين بتاعتي ولا إيه؟ طيب كويس. طيب أنا هقفل بقى الشات و هبدأ أشتغل. هنشتغل هنا في نعمل Alt W هنا. تمام. هنا اللي قدامنا هنا عبارة عن إزازة وكوباية. تمام. أول حاجة لازم ناخد بالنا منها إن سواء الإزازة أو الكوباية لازم يكون ليهم سمك يعني. وأنا بعمل لهم طبعا دول معمولين بليس،
يعني انا رسم الخط الجانبي وبعدين لفاه، بس لازم الخط الجانبي يكون ليه سمك، يعني لازم اكون عامله له اوت لاين، علشان لو كان طبقه واحده بيبقى يعني لو حطيت له الماتيريال مش هيبقى شكله مظبوط خالص. لازم نكون دي اول حاجه نراعيها، ان هو يكون له سمك. يعني انا هوريكم هنا حاجه، يعني مثلا خليني اروح على، كنت عايزه اعرفها، انا عايزه اهو كده. لو احنا واخدين بالنا هنلاقي فيه سمك للكوبايه، وهنلاقي برضو الازازه دي ليها سمك، يعني ما هياش مجرد خط ومعمول له ليس. بس استاذنكم ثواني، معلش انا اسفه، بعتذر للانتربشن. هنكمل. اوكي، يبقى احنا اول حاجه بنراعيها لما بنكون بنصمم حاجه ازاز زي الكوبايه او الازازه او فاز او كده، لازم يبقى ليها سمك. الكلام ده حاجه تانية في تصميم الشبابيك، لان احنا هنقول قصه الشبابيك والكلام ده لما ندخل بقى في الاضاءه وفي الكلام ده، لان هي مرتبطه ارتباط وثيق بالاضاءه والرندر والحاجات دي. الشبابيك دي قصه تانية خلاص. يبقى اي حاجه عباره عن يعني زي اناء كده، ازازه، كوبايه، فازه، اي حاجه من الحاجات دي لازم يبقى ليها سمك. تمام. طيب دي اول حاجه نراعيها واحنا الماتيريال او احنا بنصمم الاوبجكت بتاعنا. خلاص. طيب ثاني حاجه ايه؟ هو معلش موضوع الازاز ده محتاج تركيز ومحتاج شويه حاجات نراعيها. ثاني حاجه يعني لازم يا اما تكون بترندر بالمنتل راي او في راي لو حد اشتغل بالفي راي، انما السكان لاين بصراحه مش مناسب خالص لل ده طبعا قبل ما ابلاي الماتيريال، يعني مش مناسب خالص للشغل بتاعي. فانا اول حاجه بعملها ان انا لازم اروح طبعا اغير الاساين ريندر، اغير الريندر اهو، واختار منتل راي عشان هو ده المناسب. خلاص. وهنعمل ريندر. احنا كل دوت ما غيرناش، ما عملناش اي حاجه في الماتريال، مجرد ما غيرت الريندر شكل، حتى المنظر قدامي الشكل اتغير. طيب في حاجه بقى مهمه جدا لازم اخلي بالي، انا عايزه بس اصخر كده، عايزه اكون متابعه معاكم علشان اي حد يسال اعرف ارد عليه. طيب بصوا بقى دلوقتي، دي الويندو العاديه اللي احنا واخدين عليها في الريندر، بس ايه الحته اللي تحت دي اللي هي فيها السلايدرز دول؟ دي برضو هتتقال بالتفصيل ممل جدا لما ندخل في الريندرز، بس الحاجه المهمه اللي انا عايزه اقولها ان السلايدرز دي بتديني رينج ما بين المينيمم وماكسيمم في الكواليتي. خلاص. ففي حاجه اسمها فاينل جاذر، وفي حاجه اسمها جلوسي ريفلكشن، وفي سامبلز، وفي حاجات كتيره قوي هنقولها بالتفصيل الممل ان شاء الله لما ناخد الريندر. بس مبدئيا هي مرتبطه قوي بالكواليتي بتاعه الريندر، وطبعا مرتبطة عكسيا، الكواليتي مرتبطة عكسيا بزمن اللي احنا بنعمل فيه ريندر. يعني كل ما هعمل ريندر على كواليتي عالية كل ما هتاخد زمن اكتر. فانا هنا معمول على الايه، على الدرافت. الدرافت اللي هو يعني اقل حاجة مقبولة ممكن اشوفها. كل ما هعلي طبعا في لو، في ميديوم، وفي هاي، وفي فيري هاي. طبعا كل ما هغير وهعلي كل ما كواليتي الريندر هتعلى، وكل ما وقت الريندر هيزيد. فاحنا هنا بس يعني علشان الشغل بتاعنا وتضييع الوقت، فاحنا هنعمل على الدرافت، هيدينا فكره شكل الماتيريال بتاعت الازاز عامله ازاي بكواليتي يعني مفهومه. لما تيجي بقى انت بتشتغل طبعا على فاينل
ايمج خلاص بتخلص وبتقفل شغلك، يبقى لازم تعملها طبعا على كواليتي عالية عشان تطلع بقى انت خلاص بتخلص شغلك بقى، ولازم ترندر الرندر الاخير. بس طول ما انت بتشتغل عشان ما تضيعش وقت، يبقى بنفضل ان احنا نشتغل على الدرافت. الدرافت فين؟ في الجزء بتاع فاينل جيذر بارتيشن، هو دوت اللي احنا نعمله درافت، عشان هو ده بيأثر تأثير فظيع في وقت الرندر. خلاص؟ طيب احنا بقى عايزين نبدأ نشتغل. عندنا 3 طرق مختلفة لإنتاج ماتيريال الإزاز. طريقتين يعتبروا من الحاجات اللي هي زي البريسيت كده جاهزة عندنا، ولو ان طبعا فيها اقدر اعمل فيها تغييرات كتيرة، وطريقة ببدأها from scratch. انا هبدأ لكم الاول بالطريقتين اللي هم الجاهزين عندنا السهلين في التطبيق، والتغييرات فيهم قدامنا ومتاحة وسهلة. الطريقة الثالثة which is I really prefer، يعني هي يعني يمكن بتكون أنقى وأوضح إزاز، أنا بعتبرها كده، طبعا أنتوا المقارنة ليكم وترجع لكم في الآخر. هي طريقة فيها ستيبس لازم تتحفظ وأرقام لازم تتحفظ، تمام؟ فإحنا هنبدأ دلوقتي بالطريقتين الجاهزين عندنا، وبعدين هنشتغل الآخر في الطريقة اللي هي بتاعت الأرقام المحفوظة اللي يعني ما فيش فيها يعني، يا تحفظهم يا إما مش هينفع، أو تكتبهم عندك يعني، أنا نفسي كتباهم يعني، ف عشان ما فيش حاجة تتوه مني يعني. خلاص؟ أوكي. نبدأ بقى كده، بسم الله. نقفل البندر ونفتح. احنا طبعا ايه، بس نوسع الدنيا كده، نقفل الشات ونوسع الدنيا عشان نعرف نشتغل كويس. اتأكد من حاجة انا عايزة اهو، انا هعمل سيلكت على الاثنين، وبعدين هعمل عليهم لوك علشان يفضلوا سيلكتد، ما اخبطش في حاجه ثانيه. هما دلوقتي السيلكشن على الازازه والكوبايه، وبعدين عملت سبيس بار علشان يبقى السيلكشن لوكد عليهم هما الاثنين، وما ما ما اخبطش في حاجه ثانيه. ارجع اعمل الت دبليو، انا واقفه في حته ثانيه اصلا اهو، الت دبليو خلاص، وهفتح الماتيريال اديتور اهو. طيب اول حاجه، اول طريقه هنستخدمها اللي هي الارشن ديزاين. هنفتح كده، هنقفل الكلام ده، و هنفتح هنا ارش اند ديزاين خلاص، ونبدا نفتح هنا. هنلاقي ان احنا عندنا مجموعه اسمها ترانسبيرنت ماتيريال. Transparent materials هنا يعني مواد شفافة، يعني مش شرط ان هو يكون ازاز، لا ممكن يكون حاجات تانية طبعا على الازاز. عندي كم نوع من الازاز؟ عندي 4 انواع من الازاز. عندي حاجة اسمها thin و solid و physical و frosted physical. خلاص؟ المهم عندي دلوقتي ان انا يعني اجرب يمكن الثلاثة الاولين دول هم اهم حاجة بالنسبة لي. خلاص، اول حاجة هنقول اللي هو السن. اوكي، هبدأ اعمل تشيكر بورد اللي وراه، وهروح منزلاه على assign to selection طبعا. اوكي، هو بيسألني على اللي انا واقف عليه بس، ولا على يعني اللي الماتيريال خبطته بس، ولا الاثنين السلكتد. فانا طبعا بقول له لا، على الاثنين السلكتد. خلاص، نبدا نعمل ريندر كده ونشوف المنظر بقى عامل ازاي. تمام، ده بالنسبه لاول ما بحطه من غير اي تغييرات خالص. طبعا انتوا خدتوا بالكم، انا عايزه على فكره اكبر الشاشه الريندر دي شويه، فيعني ممكن اضغط على F10 وايه
اطلع الشاشة دي وهكبر شوية الايه الشاشة، خليها مثلا ايه 800، و اعمل بقى ايه F9 او ريندر عشان اشوف. تمام كده. طيب ده بالنسبة للشكل الأول. طبعا خدتوا بالكم انتوا، أنا رغم إن أنا عاملة الفاينل جذر على الدرافت بس خد وقت حلو برضه في الريندر يعني، فوقت الريندر ما نستهونش بيه. خلاص طيب عندي إيه بقى أوبشنز ممكن ألعب فيها؟ عندي أولا الكالر، خليني أنزل كده. أه عندي اول حاجه الـ الالوان، و يعني عندي هنا مثلا الديفيوز ناكل فيها هنرندر، طبعا هياخد وقت بس معلش يعني لازم نستحمل مضطرين. تمام كده احنا كده بنغير اللون بتاعه. الريفليكشن بقى اللون بتاع الانعكاس طبعا ده يعني موضوع تاني، لو مثلا خليناه احمر، سوري احمر اهو مثلا او اللون الغريب ده، وهعمل F9. طبعا هنا اداني تأثير في حاجة غلط ولا ايه؟ طبعا هنا اداني تأثير تاني خالص، كأن متسلط عليه إضاءة بلون اللون الفوشيا ده. فلو انت عايز تغير لون الإزاز نفسه يبقى بنغير من الديفيوز كلر، ولو عايزين نغير لون الانعكاس اللي ساقط عليه بنغير من الريفليكشن. عندنا حاجة كمان، عندنا في جزء هنا اسمه ادفانسد. الأول يعني أنا عايزة أرجعه ألوانه تاني زي ما كانت، هعمل هنا أهو سوري هعمل هنا أهو هرجع تاني اللون الاسود اهو، اخلي كله صفار. تمام شفت الصفار كده اوكي، و هخلي ده برضو يرجع ابيض اوكي. وبعدين هروح بقى تحت هنا، في عندي برضو حاجة مهمة اللي هي قد اللي هي اللي هي في الجزء بتاع Advanced Rendering Option، في عندنا تحت حاجة اسمها Advanced Transparency Option. في عندي اختيارين، ممكن يكون الجلاس Solid أو يكون Thin. فلو جربنا ان هو يكون Solid خلينا نشوف كده هيبقى المنظر عامل ازاي، ونكليك على F9. طبعا المنظر ده مختلف خالص، عطي احساس ان الازاز تخين وسميك كده، ويعني مختلف خالص عن الشكل الاول اللي هو كان سن يعني رفيع، وصلد يعني مسدود يعني. تمام في عندي كمان في عندي ممكن اخلي له ماب، يعني ممكن اديله، خلينا نرجعه الاول ثن، وممكن اديله ماب على البامب يعني يبقى له زي تكتشر كده. فانا هخلي التكتشر دي هختار انها مثلا تبقى حاجه زي النويز مثلا، او ممكن نخليها لو سيلولر مثلا، وهزود البامب شوية خليه يعني حبة كويسين كده مثلا اوكي. يعني انتوا حتى لو شفنا كده بصوا هنشوفوا المنظر دلوقتي، شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبقوا بقى على الإزازة والكوباية بتاعتنا وشوفوا هيبقى الشكل عامل ازاي. طبعا هياخد شوية وقت في الـ F9.
اهو طبعا الشكل يمكن الماتيريال دي او التكتشر دي مش لايقه على، انا هعمل ريجن على فكره علشان ايه يعني نحاول نقلل شويه من الوقت، يا دوبك على قد الكوبايه والازازه والظل بتاعها وخلاص، عشان يعني نحاول شويه نقلل في وقت ده. يمكن اقول لكم التكتشر دي يمكن ما تكونش لاقيه على ازازه وكوبايه، بس ممكن تبقى حلوه قوي على تحفه، يعني حاجه التحف اللي هو الكريستالات الصغيره اللي بتتحط في الصالونات والحاجات دي، ممكن تبقى لايقه جدا عليها. يعني ممكن يعني انا بصراحه عجباني جدا، وان كانت طبعا مش مناسبه لا لازازه ولا الكوبايه، بس ممكن نلاقي لها استخدامات تانية كويسة. تمام. فدي من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها. يبقى احنا ممكن نغير في حاجة برضو عندي اسمها round corners. يعني هي ايه يعني، بس انا لازم اشيل التكستشر دي عشان نخلص من الموضوع ده. بتديني حق بالنعومة اكتر يعني للأوبجكت بتاعي. يعني انا هنعمل برضو F9 علشان نشوف وليا ما او احنا ممكن ايه وليا عمل بقية ال اه شوفوا هنا يا جماعة لو تلاحظوا، انا نفسي يا رب تكونوا شايفين الكلام ده كويس يعني بالسكرين شير. لو تلاحظوا هتحسوا ان الازاز بقى يعني كأنه منفوخ زيادة او مدور زيادة، عطي تأثير ان في يعني احساس كده انه منتفخ شوية او يعني مدور شوية. انا عايزه اتاكد بس ان الناس سامعاني. خليني اصغر الدنيا شويه كده. النت عندي ضعيفه. لا ده استاذه مايا مش انا. طيب الناس سامعاني؟ الدنيا واضحه كويسه لغايه دلوقتي؟ تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي تقريبا غطينا حاجات من الطريقه الاولانيه اللي هي الارش والديزاين. عايزه بس برضو اوريكم، معلش هنرجع تاني هوريكم حاجه تانية في الارش اند ديزاين. احنا اشتغلنا على على مين؟ اشتغلنا على السن. وعلى فكرة في حاجة لطيفة جدا بيبقى في هنا تاب مكتوبة كده، يعني مثلا اما انا واقفة هنا على thin geometry كاتب ايه؟ glass for window panes modeled as single face does not do any reflection. اهو يبقى الثن مش بيعمل انعكاسات ومناسب اكتر للشبابيك. خلاص. طيب السوليد مكتوب عليه ايه؟ refracting glass for solid objects requires entry and exit surface with normal oriented. يعني الموضوع بتاع السوليد ده مهتم بقصة الاورينتيشن بتاع النورمال دي اللي هي النورمالز بتاعت السيرفيس بالظبط. هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن كل نقطة في السطح خارج منها زي ما تكون خط عمودي عليها، فدي اسمها النورمالز بتاعت السيرفيس. طب عندي الفيزيكال بقى refracting glass for solid objects with attenuation يعني إضاءة شوية of light inside volume required caustics or الكاستكس دي حاجة هنتكلم فيها لما نيجي في الريندر. خلينا نجرب من غير ايه ما ندخل في تفاصيلها دلوقتي لان الكاستكس ده قصة كبيرة. caustics or segmented based shadows for best results. خلينا نشوف الفيزيكال دلوقتي.
وهيدي نتيجة مختلفة، وبرضه هو ليه نفس الأجزاء بتاعت تغيير الكالرز والتكتشر ونفس الكلام ده. بس خلونا نشوف الفرق ما بينه، نعمل S9، الفرق ما بينه وما بين اللي فات. هنفسي أعرف ليه بيعمل ما بيعملش غريبة جدا، يعني أنا مش فاهمة هو ليه مفروض فيجن، يعني مش عارفة ليه مش مصر انه يرندر كله. anyway في وجهة نظري الفيزيكال احسن بكتير من اللي فات. يعني انا يعني عايزة اخد هنا مثلا كوبي هنا واخلي دي سوري اختار اللي هي السن، تمام، اخليها سن، وهاخد برضو كوبي من الصفحة دي، وهدي ثواني بقى كده، انا ايه كده، لا لخبطت، انا عايزة اعمل كده وهخلي دي هي السن علشان نعمل رندر من تاني ونقارن ما بين الاتنين، تمام، وهنعمل رندر من تاني. بصوا بقى، بصوا الفرق، طبعا الفرق يعني واضح جدا. يعني انا بالنسبة لي الفيزيكال احسن بكتير من نتيجة السن، ده في ايه، في وجهة نظري يعني. عايزة اشوف بس انتوا ايه الاخبار، مفهوم لغاية كده الاول؟ سامعني؟ الو. طيب الفرق بتهيالي يعني الفرق واضح، انا عايزة بس الدنيا تكون كده اهو، الفرق واضح مش كده؟ خلي دي كده شوية، ولا الشير مش مبين الفرق؟ الشير فظيع، شكرا، فظيع ازاي يعني؟ فظيع مش مبين الفرق، ولا ايه المشكلة بالظبط يا عمرو؟ طبعا يا جماعة يعني لازم نرحب جميعا بعمرو بعد يعني رجوعه لينا بالسلامة، شرفنا مع يعني بوجوده في الدعم. طبعا رضوى ما شاء الله كانت يعني مغطية الفترة دي بصورة ممتازة، بس يعني عمرو لسه راجع من السفر، أول ما رجع يعني ما تأخرش على طول ورجع معانا تاني للدعم الفني، فشكرا يا عمرو وجزاك الله خيرا. الكوب أنقى والزجاجة شوية مش واضحة، هو الاتنين بصراحة بنفس درجة. الله يخليك يا عمرو، جزاك الله خيرا. إذا تدخل بقى في الطريقة التانية، طبعا يعني بقول لكم وبأكد عليكم إن حاجة الشغل الزجاج ده يعني هيتبخر لو ما جربتهوش النهاردة، يعني هو كتير ويلبخ وحاجات هنا وحاجات هنا، فأرجوكم تجربوه بإيديكم النهاردة، يعني تعملوا سامبل كده للكوباية وإزازة، ولازم يكون طبعا في خلفية وراكم علشان الدنيا تبقى واضحة، تعملوا خلفية من ورا وتجربوه النهاردة. وده بقى هنرجع تاني ناخد الحاجات اللي تتحط في المنتدى، لأن طبعا يعني الفترة اللي فاتت دي كنتوا مطنشين تطنيش جامد جدا. ف يعني إن شاء الله قبل يوم الاثنين عايزة كل الناس اللي حضرت تكون عاملة لي الطرق كلها بتاعة الزجاج وحطها في المنتدى، تمام، اتفقنا؟ محدش رد، الناس كلها مشيت. طيب هنكمل. هي اللي هي جواها ثلاث طرق مختلفة، ثلاثة، وكل طريقة طبعا ليها التفاصيل بتاعتها.
خلاص. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده عندنا برضو طريقة من الطرق الجاهزة اللي هي المينتال راي ماتيريالز، اللي هي او البرو ماتيريالز، اللي هي اوتو ديسك جليزنج. تمام، وهنحط ورانا ونبدأ نشتغل. اول حاجة هنا هو يمكن من اسهل الطرق لان هو ما فيهوش لعب كتير، البارامترز بتاعته قليلة خالص، واضحة يا دوبك، يعني انت بتختار لون من الالوان وتعمل يور اون كاستم كلر، يا اما تنجل الكاستم كلر لو احنا عايزين نشوف المنظر عامل ازاي. بلندر، تمام. طبعا هنا اول حاجة ناخد بالنا منها انها الشفافية بتاعته يعني عالية جدا، يعني زيادة عن اللازم. يعني يمكن الموضوع ده يكون مناسب اكتر للشبابيك، للحاجات يعني شباك كمان والمنظر لبعيد، فانت ده مناسب اكتر للشبابيك اكتر منه اكتر منه الكوبايات والازايز والحاجات دي. هنا احنا كمان احنا ممكن نتحكم بقى في ايه الكلام ده، لو زودنا شوية، يعني احنا كل ما بنزود كل ما بيشف اكتر، وكل ما بنقلل يعني احنا لو عملنا واحد ممكن ايه الدنيا تتحسن شوية. الريفليكشن برضو يعني احنا ممكن نرندر برضو، سواء يعني مشكلة ده ان هو بياخد فعلا وقت، ممكن كمان نغير اللون شوية، نخليه على برونز مثلا ونعمل ارتفاع. الشير واقف، الشير الناس شايفة ولا ايه؟ الناس مش شايفة. الصورة ثابتة. طب اعمل ريفرش تاني، طب اعمل انا ريفرش ثواني، او يعني اجرب اشير تاني. هو عمال بيقول لي كونكتنج تو سيرفر، مش عارفه مش راضي يشير ليه. طب انا هعمل ريفريش بقى للصفحه كلها، معلش. ايه الاخبار كده؟ المفروض كده الدنيا تكون اتظبطت تاني. الناس شايفه؟ طيب الحمد لله. يبقى احنا هنا اما غيرنا، انا غيرت ايه؟ غيرت اللون وغيرت الريفلكشن، الريفلكشن وغيرت الايه الشيت اوف بلاد، يعني غيرت سمك الازاز وغيرت الريفليكشن واللون، فتغير المنظر زي ما انتم شايفين كده خالص. خلاص دي تقريبا يعني كل الايه الامكانيات بتاعت الجليزنج اللي في الماتيريالز الجاهزه بتاعت المينتال راي. ندخل بقى في اخر طريقه اللي هي محتاجه تركيز ومحتاجه ارقام ومحتاجه ايه يعني تتعمل كده بالايه بالتفصيل يعني. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه نقفل بس الرندر ده ونبدا نشوف هنعمل ايه. اللي انتوا شايفينه ده احنا بنشتغل بالستاندرد ماتيريال، لا هنجيب بقى حاجه جاهزه ولا تمبلتس ولا بريسيت ولا اي حاجه خالص، هي بنشتغل بالستاندرد ماتيريال بس بنحط حاجات محفوظه صح. اول حاجه خالص ان احنا بنخليها تو سايدد، ما همشيلكم من فوق لتحت اهو. اول حاجه تو سايدد، تاني حاجه الديفيوز والامبيانت اللي هم اوريدي مرتبطين ببعض لازم يكون لونهم اسود تماما. اوكي اسود خالص، يبقى دي نمره اتنين. اول حاجه تو سايدد، تاني حاجه الديفيوز لونه اسود، تالت حاجه الاوباسيتي. احنا بنشتغل في ازاز يبقى لازم يبقى فيه ايه في شفافيه، الاوباسيتي بتبقى 55. تمام،
بعد كده ننزل تحت شويه على السبيكولر ليفل. انا هعمل ده، ابدا بقى ايه، اخلي فيه تشيكر بورد كده السبيكولر ليفل. السبيكولر ليفل ده كان 90 على ما افتكر. كان 90 تمام. والجلوسنس 75، 75 اوكي تمام. حد كده كويس؟ طيب في حاجات تانية؟ في حاجات تانية. في، يبقى احنا من هنا اول حاجة تاني عشان نحاول نحفظها بسهولة، الجزء اللي هو الجزء الاولاني خالص، اول ايه تاب عندنا، اول حاجة نعملها بتبقى تو سايدد الاوباسيتي 55، الديفيوز والامبيانت انا لو غيرت واحدة التانية طبعا هتغير باي ديفولت، بيبقى لونهم اسود. السيكولر بيوصل ل 90، الجلوسنس ل 75 خلاص. دي اول حاجه. طيب بعد كده بننزل تحت للاكستندد بارامترز. الفول اوف ان هو اوريدي ان، بس الاماونت بتاعته، وهقول لكم يعني ايه فول اوف وان واوت والكلام دلوقتي. الاماونت بتاعته خليها 95 خلاص. ايه بقى الان والاوت ده؟ هي مقدار الشفافيه من جوه اكتر ولا من بره اكتر؟ انا عايزاها من جوه اكتر وبنسبه كبيره خلاص. دي لغايه كده تمام، خلصنا كده؟ لا لسه مخلصناش. ايه اللي فاضل؟ المابس. المابس بنزل فيها بفتحها وبروح في اول حاجه في الريفلكشن، والريفلكشن هاخد الري تريس اهو. الري تريس طبعا اول ما حطيته بقى المنظر شكله غريب جدا، فبرجع تاني عشان اصغر الاماونت بتاعته. هنا الاماونت 100، انا عايزاها يا دوبك 2 اوكي. وبعدين هروح حاطه برضو على الريفلكشن برضو هحط ري تريس. يبقى انا حطيت ray trace في الريفلكشن بس خليت الاماونت 2 بس، وحطيت ray trace برضو في الريفراكشن بس سبتها بنفس الاماونت. وهاخد الكلام ده وايه واحطه على الماتيريال على الاوبجكت بتاعي، واعمل اس 9 علشان اشوف الهيصه اللي احنا عملناها دي كلها هتطلع ايه. السلام عليكم. انا اسفه جدا يا جماعه والله، يعني النت فصلت وبعدين الدنيا هنجت، ويعني طلع روحي علشان يريستارت اصلا يعني، فمعلش سامحوني. هرجع تاني افتح الفايل اللي كنت شغاله فيه، طبعا الدنيا كلها اتقفلت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه ما عملتش شير للسكرين، ثواني من الشير اهو الجزء الاخير بتاع الريندر. انهي جزء بتاع اللي هي الطريقه الثالثه في الجلاس ولا ايه؟ مش واخده بالي معلش. يعني انتوا دلوقتي عرفتوا الخطوات، انا هراجع معاكم برضو الايه الخطوات تاني علشان ما انا لسه الشير بيبدا اهو، لسه الشير بيبدا ثواني. او المفروض كده يكون ال ثواني بقى عشان الدنيا اتلخبطت خالص، ثانية واحدة. طيب انا هرجع تاني معاكو اصغر بس عشان لو حد مش شايف، قصدي مش واخد باله يعني بيسأل على حاجة. هعمل تاني اعمل كليك على ام. طيب من تاني اخر واحدة عملناها ازاي؟ من تاني عملنا ايه؟ اول حاجة من فوق خالص اهو قلنا انها بتبقى نعمل تشيك على تو سايدد، هنخلي الديفيوز اسود، هنخلي الاوباسيتي 55، السيكولر 90، والجلوسنس 75. الفول اوف هنتاكد ان هو ان بس الاماونت بتاعته هنخليها 95. هننزل بعد كده على الماب هنعمل حاجتين، الريفليكشن والريفراكشن الاثنين هنحط لهم ري تريس بس. الريفليكشن هنخليها 2 والريفراكشن هتبقى
مية زي ما هي ونبدأ نرندر. تمام، خليني احط ماتيريال الاول لان كده مش هيبان عشان الدنيا باظت طبعا بعد ما ايه قفلت ولخبطت الدنيا. فخلوني ثواني كده اظبط الماتيريال بتاعت الارض وال كده وضع ايه بالظبط. لا انا عايزه دي اهي. اهو تمام. هدي ال هدي الاثنين دول نحط لهم الخطوة اللي حصلت دي يعني حاجة. وانا اسهل لي بصراحة ثانية واحدة يا جماعة معلش الدنيا اللي اتلخبطت خالص دي. انا نو وهرجع افتح تاني الفايل اللي انا عايزاه. ما تسيبش اي حاجة بس هنعمل بسرعة. بس عملناه كده في ثانية. هغير باك اهو سايز 55 السويد ساين 75 وبعدين هنا 95 وبعدين الماب هنا 2 وهدلها ال ray trace وهنا برضو هدلها ال ray trace كده. هقوله copy okay وهحط من وراها دي هقفل وبعدين احط لهم بقى assign الماتيريال وهرندر ال الناس. سامعيني سامعيني وشايفين السكرين؟ طيب طبعا اول حاجة لاحظناها ان دي اطول طريقة بتدي رندر طويل جدا، يعني اكتر طريقة بتخلي الرندر يطول جدا. ليه؟ لان الري تريس هنا عمليات حسابية. ray trace يعني بيتتبع ال ray اللي خارج من من ال object بتاعي واتجاهات الضوء وحسابات كده مكلكعة شوية، فبتاخد وقت طويل جدا في الريندر. فهي دي اطول طريقة، يعني اكتر طريقة بتاخد وقت ريندر في كل الطرق اللي خدناها علشان نعمل الزجاج. بس هي يعني محدش يعني ايه ينكر انها من النتائج العالية الجودة جدا. بس لو احنا بقى يعني الوقت عندنا ضيق، طبعا كل دوت انا عاملة الدرافت فاينل جذر هنا الدرافت، يعني مش حتى يعني بفاينل جذر عالي، ده كل ده في الدرافت. فما بالكم بقى لو عليت هياخد بتاع ايه يعني على الاقل مثلا 7 8 دقايق في الرندر. طيب يبقى احنا كده توصلنا لايه بعد كل الشرح بالطرق المختلفه؟ ان يمكن انقى واوضح او يعني اكثر درجه نقاء للازاز هي فعلا الطريقه بتاعه الستاندرد ماتيريال بالحاجات المحفوظه. بس انا لو عايزه حاجه قريبه من النقاء دوت والوقت بتاعها قليل شويه، انا ممكن اخد الفيزيكال. الفيزيكال اللي في ارشن ديزاين نتيجتها مش بعيده قوي عن دي، يمكن بتبقى معتمه سنه عن كده. يعني انا يعني انا عايزه حتى اقارن لكم، هعملها بسرعه دلوقتي طبعا انا يعني كل الحاجات راحت، هعملها لكم بسرعه ومش تاخد وقت ان شاء الله في الرندر. يعني هاخد الاول هاخد النسخه دي اصلحها على جنب علشان هنقدر نقارن. هاخد هنا اهو اخد
ار اند ديزاين، واخد الجليزنج اللي هو الفيزيكال. انا هنا عملت حاجة غلط طبعا، يعني انا ما علينا، مش مشكلة، انا هقارن في الاخر وخلاص. هاخد الفيزيكال وادي كده خلفية. كانت لا كانت الفيزيكال ولا كانت ال لا كانت السم بتهيألي. هحاول نفتكر كانت مين فيهم، نجرب دي ونجرب دي ونشوف انهي واحدة اقرب. بيتهيألي كانت الفن، وكنا عملنا هنا ال advanced، وكانت خليناها سن على ما اتذكر. طيب خلونا بقى نجرب هنا ونحط نحطهم تاني. الدنيا بقت زحمة، الويندوز المفتوحين كتير. تمام، وهنجرب هنحط دي اهي. تمام، ونقول له اوكي، ونعمل F9 كده. لا دي واضح انها تبقى غامقة، فهي مش دي اللي انا عايزاها. يبقى يبقى غالبا هي كانت الفيزيكال، بس تقريبا عايزة برضو ايه تظبيطه اهو. اوكي، وهعمل F9. هي الفيلم صح، يبقى انا كده ايه كويس الحمد لله، دماغي لسه ما تهتش. اتخن شوية يعني، ممكن ننزل نخليها سوليد، هتكون بتهيألي النتيجة احسن شوية. طبعا انتوا شايفين فرق سرعة الريندر عن اللي فات فظيعة يعني. السوليد احسن، وممكن احنا لو مضايقنا اللون المزرق ده شوية ممكن ايه نظبط كده في الايه في الكالر دوت اللي هو حسينا كان لسه قدامي دلوقتي اهو. هنحاول ايه نظبط اللون شوية. و F9 تمام كده. يبقى انا دلوقتي عندي افضل نتيجتين اهو، خليني ايه اجيب ده كده. دول الى حد ما افضل نتيجتين. طبعا الـ لو انتوا يمكن النتيجه في اللي هي طريقه الستاندرد ماتريال، قد ما هي بتاخد وقت ريندر كبير وحاجات بتتحفظ، بس هي to be honest يعني هي النتيجه الافضل على الاطلاق. بتليها نتيجه الفيزيكال بس يكون solid، ونظبط اللون بتاعه. هو الديفولت اللون بتاعه بيبقى لبني، نخليه ابيض. لون ابيض ما بيبقاش درجه الكليرنس بتاعته مش بتبقى عاليه يعني، برضو تحس ان هو اخد سنه رمادي شويه يعني. هنا مثلا في المنظر ده قد كده الازاز كلير وشفاف ومفيش اي شائبه لون فيه خالص، هنا تحس ان هو زي ما يكون ازاز درجه تانيه يعني. في يعني اعتام شوية، مش لونه صافي كده خالص، ما شفاف زي اللون المفروض يكون للإزاز. فانت بقى بتوازن، انت يعني حسب برضو ما قلنا قبل كده كتير ان ايه اللي هيكون في البوينت اوف انترست، يعني هو ده هو السين بتاعك كله معتمد على الإزازة والكوباية دي، ولا هي في جنب من السين ف انت مش محتاج ان انت تبذل فيها المجهودات اللي تؤدي لرندر زمنه كبير. فدي برضو بترجع انت عايز تعمل ايه وهتحطه فين وهيبقى فين من السين بتاعك وواخد قد ايه من حجم السين بتاعك. اتمنى ان يكون جزء الزجاج ده اتفهم، هو يمكن يعني طويل وملخبط شوية، بس يعني الدنيا ان شاء الله هتبقى سهلة وتقدروا تطبقوها بطريقة كويسة. واضح لغاية كده؟ الناس سامعاني؟ الدنيا واضحة ولا ايه الاخبار؟
طيب هاي الحمد لله. طيب انا عايزه بقى اوريكم حاجه مهمه هنا في الكوبايه، الكوبايه بالذات. انا هنا رحت للكوبايه وعملت لها هوريكم من تاني. دلوقتي انا رحت للكوبايه عشان اشوف هي معموله ازاي، دي حاجه مهمه جدا عايزه يعني افرجها لكم. لا خليني مش هنا، خليني اروح في الفرونت فيو، او افضل حتى اروح في الليفت فيو. تمام، وخليني اجيب ده كده واقرب شويه. هي اصلا معموله من ايه؟ مش معموله من خط كده وخط كده، لا هي معموله من لاين وبعدين معمول له ليس. خليني بقى اقفل الليس ده بان انا يعني اضغط على الشو اند ريزلت واشوف. طبعا انا هنا واقفه في حته مش صح، يبقى اخوت الليفت فيو ده خليه مثلا فرونت فيو، و خليني ارجع كده علشان اشوف انا بقى ايه. اهو ايوه هو ده اللي انا عايزاه بالظبط اهو. شايفين يا جماعه الخط اللي مرسوم بيه الكوبايه عامل ازاي؟ خط كده وطالع ولافف اللفه اللي هي عامله اللي هي الحته المدوره بتاعت طرف الكوبايه، وراجع تاني وعامل هنا عشان يبقى كعب الكوبايه. عايز يعني ممكن ايه يتجاب كده، وبعدين النقطه دي تيجي كده شويه عشان ما يبقاش كعب الكوبايه تخين قوي. يعني ايه نخلي سوري، هنخلي كمان ايه ناخد النقطه دي معانا، وهنخلي كعب الكوبايه يعني معقول شويه. فدي بتدي، مفيش شير ليه؟ مفيش شير يا جماعه؟ الناس شايفه الشير ولا مش شايفه؟ طيب طيب الديزاين بتاعك مهم جدا ان هو يبقى اكيوريت، يبقى صادق طبيعي يعني بجد يعني. فهو فعلا الكوبايه ليها كعب وليها سمك للحيطه بتاعتها لجسم الكوبايه نفسه، وليها حته يعني شويه يعني منفوخه سنه كده صغيره في الطرف بتاعها علشان سمك الجلاس يؤثر على الخامه، بمعنى ان قاع الكوب كان غامق شويه. طبعا يعني لما هدي رفع السمك يعني هيبان بقى، هيبان ان هو سمك رفيع يعني. عشان كده انا عايزاكم تعملوا ال والازازه دول بايديكم وتابلايوا عليها الثلاث طرق اللي كمان مش احنا عندك الطريقه بتاع، فيعني خمسه سته محاولات ويعمل ياخد الصوره ويحطها في المنتج عشان يبقى باين الفرق. منها نشوف الديزاين بتاع الكوبايه والازازه، ومنها نشوف الماتيريال المتطبقه عليها ازاي. طب نيجي بقى للايه؟ للازازه. دلوقتي انا هطلع اهو وهروح ده، ونفس القصه هي لاين ومعمول له ليس. انا الليس هنا اهوت هقفله، يعني ايه اقفل الليس بتاع اهو اهو شايفين؟ يعني خلي ايه خليني اخد دي كده واعمل لها ايزوليت اهو عشان ما نشوفش غيرها. خلاص شايفين عاملين ازاي؟ شايفين الرسمه عامله ازاي اهو؟ خليني لاين اهو اهو، هو معمول كان لاين واحد واتعمل له اوت لاين، وبعدين يعني الحته بصوا بقى ايه ظبط هنا اهو شايفين؟ دي عمل لها الجزء ده، الجزء ده بقى موجود في الازايز فعلا اهو الحته دي. خلاص وراح عامل بعد كده الايه الليس بتاعها. فهي الازازه معموله بالظبط زي الازازه الطبيعيه. يعني تخيل ان انت كده جبت سكينه وشقيت الازازه بالطول، الصوت بيقطع. الناس الصوت عندها بيقطع ولا ايه؟ لا ايوه كويس. طيب طيب تمام. طيب فدلوقتي يعني من الحاجات اهو انا بقول لكم يا جماعه، من الحاجات اللي بتؤثر في شكل الماتيريال على الـ على الـ على الـ
الاوبجكت بتاعي التصميم الاصلي للاوبجكت بتاعي. يعني انا لو مصممه الاوبجكت بتاعي بتصميم مظبوط، لما احط له الماتيريال المناسبه ليه هتديني الايفكت اللي هو الطبيعي اللي انا بدور عليه. فهو مينلي انت تصميمك لازم يكون مظبوط عشان لما تكسب الماتيريال في الاخر النتيجه تطلع لك يعني صادقه ومماثله للطبيعه. تمام كده؟ طيب لو الزجاجه مصمطه، يعني مصمطه يعني مش مفرغه، يعني مش كده تقصد كده؟ طبعا المنظر هيختلف خالص. عارف هتبقى عامله زي ايه؟ يعني عارف الكريستال بول بتاعت المنجمين والصحراء والحاجات دي، بيبقى شكلها غير لو انت جايب فازة على شكل كورة، صح؟ دي شكل ودي شكل تاني خالص. الفازة على شكل كورة بتبقى شفافة وباينة ان هي طبقة رقيقة من الزجاج على شكل كورة مفتوحة من فوق مثلا، او حتى لو مش مفتوحة من فوق. انما لو انت بتعمل كورة مصمطة من الازاز، لا بتبقى شكلها زي البلي كده، زي البلي. لو بلية مش فيها الاشكال بتاعت البلي اللي جوه، هيبقى شكلها كده بالظبط. فهو الفيدي ماكس يا جماعه بيحاكي الطبيعه بشكل كبير جدا. لو انت في تصميمك حكيت طبيعه واديت الماتيريال، وده الكلام ده احنا بالتالي متفقين عليه من الاول. ايه تاني؟ صوت راح راح. السلام عليكم، معلش سامعيني يا شباب؟ طيب معلش معلش الدنيا لخبطت كده في الاخر، بس هو ما خلص، انا خلصت خلصت الجزء ده. بس من فضلكم الاساينمنت ده لازم يتعمل. اساينمنت الزجاج ده لازم يتعمل، ويعني عايزه قبل يوم الاثنين، احنا لسه قدامنا وقت اهو، قبل يوم الاثنين يا ريت نكون حاطينه في المنتدى علشان ادخل اشوفه واشوف الناس فعلا قدرت تنفذ سواء الموديل كويس او تطبق عليه الماتيريال كويس. اتفقنا؟ وريت تحاولوا تعملوا يعني as soon as possible، يعني لو حد فاضي دلوقتي يا ريت يطبقه دلوقتي. تمام كده؟ اي سؤال طيب قبل ما اخلص؟ شكرا جزانا واياكم، شكرا جدا، وبمشيئة الله اشوفكم يوم الاثنين. نهار الاربعاء، يبقى اشوفكم يوم الاثنين ان شاء الله على خير، ونكمل مع بعض. واحنا فاضل لنا يعني ان شاء الله محاضرة في التكنيكس بتاعت الماتيريال، ومحاضرة كمان فيها شوية برضو حاجات كده ادفانسد، وهناخد 2 بروجكت نعمل عليهم كده تطبيق شامل. بالكتير قوي محاضرتين او 3 ان شاء الله هنكون خلصنا الماتيريال، علشان بعد كده هنبدأ في اللايت، واللايت ده يعني قصة بقى.